إبراهيم مصطفى يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم ترك العمل خوفا من العجب به والرياء مع اليقين بالنفس بأنها تحب العجب؟ هذا من وساوس الشيطان. المسلم لا يترك العمل خوفا من الرياء، بل يعمل ويخلص لله عز وجل، ولا يترك العمل خوفا من الرياء، هذا من الشيطان. استعين بالله عز وجل ويأتي بالعبادة والطاعة خالصة لوجه الله، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب عنه الرياء إن شاء الله. نعم.